ضبطت الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة البحث الجنائي خلية إرهابية في مديرية غيل باوزير مكونة من 4 أشخاص بينهم امرأتان في عملية استهداف جديدة لزعزعة الأمن والاستقرار في مديريات ساحل حضرموت. وكاميرا قناة المكلا كان لها السبق في تغطية الحدث. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. الحرب على الإرهاب لا زالت مستمرة، كلمات حولها رجال الأمن والنخبة إلى وقائع على الأرض من خلال اكتشاف العبوات الناسفة التي تزرعها تلك العناصر الإرهابية وإبطال مفعولها. منذ تولينا للبلاغ حول واقعة التفجير بمديرية غيل باوزير بجوار معسكر كوارتز، تم الانتقال السريع إلى الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة من المعاينة بصحبة الأدلة الجنائية، كذا بصحبة فريق مكافحة الألغام، وتم التعامل مع مسرح الجريمة. وبالفعل كان في عبوتين آخرتين موجودة وتم التعامل معها من قبل الفريق المختص. من جديد تؤكد الأجهزة الأمنية جاهزيتها للسيطرة على أي أعمال مخلة بالأمن والاستقرار، ليبقى على المواطنين التعاون معها حتى تنعم حضرموت ويدوم فيها الأمن والأمان. لقناة المكلا محسن بلبحيث.